يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الثلاثاء دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية فهناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 24، الصغرى 12، اسكندرية 22-12، مطروح 21-12، بورسعيد 22-12، إسماعيلية 25-12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 25-12، العريش 23-10، طابة 23-13، شرم الشيخ 26-15، الغردقة 26-14، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 30-10، أسوان 31-12، الوادي الجديد 28-8، شلاتين 27-12، حلايب 24-13، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.